السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، يا حبيبي يا رسول الله، كم نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. اليوم قبل ذلك راني توحشتكم، ولا غالب يعني كنت غايبة، راني درت لكم في المنتدى، قلت لكم توحشتكم وعذروني. لغالب كنت مرض ومازال، يعني مش حابه نشغلكم بالمرض تاعي وكل شيء، باش ما تقولوش هاي تشكي وهاي تدير وهاي كذا. لا غالب. المهم، اليوم الموضوع تاع اليوم جيتكم بالموضوع اللي يقولوا سقسي المجرب وما تسقسيش الطبيب. هو لازم تسقسي الطبيب صح، يعني نقولوا المثل هذا الشعبي هذا. بحكم تجربتي حبيت نطمن النساء المقتبلات في المقتبل العمر اللي راهم متزوجين او اللي كبروا او كذا. المهم بصفة عامة، المرأة اللي تعاني من الإنجاب، المرأة اللي دمعتها ديما على خدها بسبب تاست هذا، طبعا تاست هذا وتاعينا اللي مانيش بالحمل طبعا، ودرتو هكا باش نعاد لكم برك وندير لكم عليه فيديو. أنا كما قلت لكم خي عانيت 12 سنة بدون ضناية، يعني بدون إنجاب، ما خليت لا راقي ولا طبيب ولا طب شعبي ولا طب، لا غالب ربي يعني ما كتبش يعني في المدة هذيك. جريت في الجزائر، جريت في تونس أنا والزوج. يعني أنا بقى مش حنقول لكم الأسباب وشكون السبب في عدم الإنجاب أنا ولا الزوج، تبقى طبعا هذه خصوصيات، وطبعا ومتوعدة أنا والزوج أنه ما نحكيش فيها. وسمحوا لي اللي سقساوني قالوا لي يعني حطينا تجربتك وكذا، درت فيديو عن معاناتي في عدم الإنجاب وقصتي الحقيقية وحكيت طبعا، ولكن ركزت على الإحساس نتاعي كيفاش راهو كان وكذا، ولكن ما طرقتش أبدا للموضوع نتاع أنا الزوج، لأنه إحنا واحد وهذه خصوصيات وما نقدر نتكلم عن نفسي ولا نتكلم عن الزوج ولا نجرحوا بعضنا في الحوايج هذه، صح ولا لا؟ توافقوني اكيد. المهم انا حبيت كل واحدة راهي تشوف الفيديو وعندها المشكل هذا اللي هو الذرية، مرزقهاش ربي لانه الذرية راهي رزق، تسمع مني الكلمات هذو اللي حنقول لكم. شوف، اعطي نفسك بعد الزواج عام من علاقة يعني مستمرة وكذا مع الزوج وكذا، اذا ما جابش ربي خير وما جابش ومرزقش ربي بالذريه بعد عام، من ثم ابدعي، ما تاجليش، ما تقوليش مازال الحال، لا ابدعي مهما كنت صغيره. اذا كنت كبيره ما تستناش، اذا كنت كبيره ما تستناش حتى العام، يعني قعدي 4 شهور كذا 5 شهور ما كانش، خلاص توجهي للطبيبه. طبعا الاعشاب وكل شيء هذيك احنا نعاونوا بها برك، أعشاب التنشيط، الميرامية، البرتقوش، قلت لكم أنه البرتقوش راه ينظم الهرمونات، الميرامية تنشط، بصح هذا راهو لا غنى عن الطب تاعنا، الطب تاع الطباء والمتخصصين وكذا. روحي انتيا ويروح الزوج، ثقافة تاع تروحي أولا، روحي انتيا ساعة وحدك، روحي للطبيبة تاع جينيكولوج، طمني عن نفسك، شوفي ترى عندك مشكلة ما عندكش، إذا كان التهاب برك، إذا كانت حاجة بسيطة، إذا كانت كذا، إذا كانت تكيس، إذا عالجي روحك زربير، عالجي روحك قبل ما يتدخل الزوج ويعرف الزوج ولا يروح الزوج ويعود هو عارف مشكلتك ولا انتيا، ابداي عالجي روحك والله. طبعا بعلمه هذا اكيد، تروحي للطبيبة وكذا وهو اللي يعطيك الدراهم طبعا كذا كذا كذا، بصح مش شرط لازم هو تديه معاك ديما ويدخل في المشكله من البدايه، لانك انت مازلتي ماكش عارفه المشكله وين راها ولا كذا، ونفسيتك حتكون طبعا صعيبه شويه. ننصحك انك يدي اختك، يدي امك معاك هكا، روحي كذا رونديفوات ولا يديكم بعد، هاي طبيبه ماشي طبيب. طبعا طب النساء انصحكم بالنساء لانه فيه خصوصيه وفي كذا، اعرفي المشكل، اعطي نفسك فرصه بالتنشيط بالكذا. اذا كانت مشكله عاجيه، اذا ما كانش مشكله ليك انت وما عندك حتى مشكله، واكدت لك الطبيبه ما كان حتى مشكله، من بعد تعطيك هذاك الدواء تاع دوفاستون وتقولك شربيه من اليوم 16 حتى اليوم 25، شهرين ولا 3، وزيد ما جاب حتى من نتيجه، ودرتي التحاليل تاعك كامل تاع الهرمونات وخرجت مضبوطه، الدوره مضبوطه، الدنيا كلش مضبوطه، راح نشوف فيه مضبوط، ثم اكيد حتعطيك الطبيبه
ورقة أنه هو يروح يدير تحاليل. ثم هو يدير تحاليل يبان أسكو أنه قادر على الإنجاب ولا لا، من العدد، من الحركة، من كذا، من التشوهات، من الحوايج اللي نعرفوها كامل بلا ما نذكرها. يتم دوك انا نعطيكم فكره برك، يعني انتي ابتاي الساعه بلا ما تضغطي الزوج، بلا ما تحسيه اصلا، روحي شوفي روحك. لانه لو كان شوفوا راني يعني نحكي وتقولي ديما لا لا حاجه وحاجه، على بالي حاجه، لا نتكلم على 90% من الرجال، لا سيدي 80% من الرجال، المهم اكثر من 50% من الرجال، لو كان يعرف انه انتي اللي عندك المشكله طبعا حي حي حيدير واحد الموقف، مهما كان الموقف اللي حيديره ايجابي يبقى سلبي، مهما كان ايجابي، مهما ضحك في وجهك، مهما نورمال، مهما كل يدخل معاك وتقول له الطبيبه هاي هي عندها مشكله كذا، شوف يعود غير من قباضه بسيطه على الضنايا يقول لك انتي كلمه انتي هذه اي تجرحك بزاف بزاف، ونفسيتك تتحطم، ولما نفسيتك تتحطم العلاج ما ينفعش، يبقى يتأخر العلاج. على هكاك ديما نقول لكم النفسية هي الأولى، على هكاك علاه انت تعرضي نفسك للشيء هذا. اما اذا كان هو يكون منه او عادي يرجع حالك، امر عادي انه ربي وما ربي وربي ما ربي، هذا طبعا اللي ما يخافوش ربي. اما اللي يخاف ربي راهو بالعكس هو يكون نعم الزوج، وهو اللي يكون الدافع، وهو اللي يقول لك شوفي انا نحبك، جبتي ما جبتيش انا نحبك وانا نشتيك وانتي احنا نسعاو، يقول لك احنا ما يقولكش انتي، ديما يقول احنا بالجمع، يعني هذا عارفي انه عينو فيك راهو يشتيك بالضنايا، بدور ضنايا يشتيك. المهم وكاين انه اذا عرف المشكله فيه يتفها، كاين ناس بزاف نسا يقول لك انه رفض لي العلاج، نعود نحاول فيه يلا نهز الرانديفوات وما يروحش، نقولوا التحاليل وما يديرش ومعليش ومعليش ومعليش، هنا تعرفي بانه قاعد يتماطل، قاعد ياجل. اما المراه كيما نقولوا حنايا دمها سخون، كي تحب الضنايا يعني الغريزه تاع الامومه هذيك تخلينا نسعاو باش يكون عندنا كيما نقولوا حنا علاج وكذا وكذا كذا، ونشوف وليدها في حجرها في اقرب وقت. على هكاك نقول لكم شوفوا العلاج من البدايه، وعرفي روحك من البدايه، وروحي تحدد مصيرك اذا كان تحتي في عبد ماهوش مليح، اقسم بالله. على كيف نقول لكم ما تاجلوش، لانه حتى تكتشفي الانسان اللي معاك من خلال ريحه العلاج نتاعك، اسكو مليح اسكو ماهوش مليح، اسكو صح يوقف معاك ولا ما يوقفش معاك في علاج، او يجرحك بالكلمه، هذا كيفاه تعيشي معه عمر كامل. اما الانسان الحر والانسان المتاصل واللي متربي طبعا حيكون معاك في السراء والضراء، وحيكون في الضراء قبل السراء، في الحزن قبل الفرح، هكا ربي خلقنا، جعل بينكم مودة ورحمة، هذا هو الزواج السليم. وأيضا انتيا أنه كان عنده مشكل ولا قدر الله وما هوش حايضني، ماشي نهاية العالم، يعني ماشي حد طلبي الطلاق وهو ثاني ما هوش يطلقك. بصح احنا نشوفه في الواقع أنه الرجل إذا كان فيه المشكل هو هادي يقول لك صبري وكذا وكذا، والمرأة يقولها صبري وكذا. إما إذا كان هو في المشكل من المجتمع والمحيط اللي داير به كامل، لي ما تلقاوه ينصحوه بالزواج، يقولوا ما عليش، يبدأ هنا الشرع، يبدأوا يعرفوا الشرع ويبدأوا يعرفوا ربي ويبدأوا يعرفوا الأحكام، يفتوا عليه المحيط اللي دايرين به إذا ما كانش هو بعد، يبدأوا يقولوا الشرع على الربعة، ويبدأوا يجيك يقول لك شافي انت تبقاي عزيزه مكرمه، وانا درت لي عليا هكا بعد، درت لي عليا وجريت عليك، وانا هذه الهضره كاملين جبتها، راني جبتها من المحيط نتاعي، حالات بلا ما نسميه بلا كذا لانه خصوصيات، بصح من الحالات من الاقرب اقرب من قراب خلاص، بدا يقول لها شوفوا، بدا يقول لها انا درت لي عليك، درت لي عليا وداويتك وكذا، ممكن 4 سنين، ممكن 5 سنين، ممكن 6 سنين، هكا مثال، هذا ما كان يصبر راجل، درت لي عليا وخلاص، وانا حاب نتزوج، انا حاب نتزوج وتبقاي انت يا عزيزه مكرمه، بصح نجيب الثانيه يا، وهذه الكلمه راهي دكتور المراه مع البلهم شهومه
اكثر من معايا، اكثر من ما جابت الانسان اللي دات وبنات حياتها معاه ومضحيه وتقتصد مسكينه ونام نقصه على روحها بالاخير خلاص باحها على جال اذنايا. على بالي نقولوا حلال وكذا ماهوش حرام، صح؟ ليه كي تكون المراه المشكله ماشي منها ومن الزوج يقولها اصبري قليل، بلاك 1% ولا 2% اللي المراه طلقت على جال اذنايا، بلاك قليل. شوفوني توافقوني ولا لا في التعليقات، تصبر مع راجلها وتقول لك انه حاجة ربي. المراه عاطفيه تحب تحب خلاص، ما تقبلش تشارك. اما الرجل يقول لك نورمال انا قلبي وسع ربعه، هادي هادي جدا ما قنيتيش نبقاي زوجة بدارك وكذا ونزيد نزوج. هذاك اللي كان يقول لك ما عنديش المصروف وما عنديش وما عنديش، يرجع عنده ويرجع يدير تكاليف زواج ويدير دار اخرى ويبدا يشري شمبره ويشري ويسدك الشرط 30 و 40 مليون ويشري الذهب لمرته ويبدا يفتح دار اخرى. اللي كان يقول لك ما نقدرش، دوك انا نعطيكم السلبيات ونعطيكم الايجاب، نعطيكم كل الحالات. يعني قلت لكم تكلمت على الراجل المليح اللي يصبر مع مرته ويقول لها تبر راسك جبتي ما جبتيش انا معاك، والمراه ثانيه تصبر وتضحي اذا كان المشكله منه هو، وتكلمت على الجهه الثانيه اللي تخصني انا المراه اذا كان الراجل ماهوش مليح ماهوش حر وهو من حقه، على بالي من حقه بالصح، يعني المراه وش ذنبها؟ هذه تكلمت عليه. سمعتكم كل الحالات، شوفي روحك انت وش من حاله، عليك نقول لك ازربي حالجي روحك، ازربي حالجي روحك قد ما قدرتي، ومن واجبه هو يعالجك بالدراهم، قصدي من واجبه يعالجك وانت من حقك تتعالجي. العلاج راهو حق من حقوقك الزوجيه، يعني فهمتي؟ ما يقولكش انت يا اللي مشكله وطلع نعالجك وخسرتيني ودرتيني ودرتيني. اذا قالك خسرتيني ودرتيني ودرتيني، معناه هذا الانسان ماهوش حب يصرف باش يضني معك، ماهوش حب، معناه تعودي انت غير انت اللي تخمي في الضنايا بركه، وفي الاخير بعد ما تجيبيها كي تعرفي الضنايا ماهيش هي الاساس او الشيء اللي حيحكمك معاه او حينجح الزواج، راه مش شنو فرحه. طفي هذيك الغريزه، طفي هذاك الحرمان برك باش تتولي حياتك وتولي الكبار. او كيما نقولوا حنا، انا 12 سنه حياتي ياو يحطوا لي الذهب يحطوا لي اللحم يحطوا لي، ما عندي حتى قو، صدقوني ما عندي، حياتي ما بقى فيها حتى قو خلاص. كان راني نحوس عند البحر، نحوس وندير وكذا، وراني في الريستورات وراني، بصح كي ما عنديش ضنايا ما نخرج العراس، مقفوله في الدار مقفوله، في الخدمه مقفوله، في التحواس مقفوله، نلبس مقفول، ماني حاسه بحتى طعم للحياه، لانه المراه خلقها ربي غريزتها الامومه، فهمتيني كيف؟ ولكن لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله عاد المشكله منك، لازم تسعي تسعي. شوفي الطب هذا راه ولا حديث، انا مش حنقفلها لكم صراحتكم، كل الحالات كل كبار وكل قاعدين كل تفهموا. شوفوا الطب هذا راه ولا كما نقولوا تاع معجزات، ربي كل داء دواء، بصح زيدوا ديري في بالك بلي راه ربي قال ثاني يعني يرزق للذكور ويرزق الاناث ويزوجهم للذكور والانثى ويجعل من يشاء عقيم. يعني اذا حب ربي وكتب لك انك ما تجيبيش ما تجيبيش، اذا كتب لك تجيبي بعد 10 سنين تجيبي بعد 10 بعد 20 تجيبي بعد، ما تجيبيش خلاص ما تجيبيش. ما نكونوش احسن من الانبياء، انبياء وكما نقولوا حنا وحرمهم ربي ومرزقهمش بالذريه الا بعد حين، كما قصة سيدنا إبراهيم زكريا إلا بعد ما ذاك عمره اشتعل الرأس وشيبة زكريا، وذاك عمره 80 سنة، يعني حكم، مش حنكونوا خير منهم صح ولا لا؟ نحكي لك فقط على العلاج، العلاج روحي روحي اجري، روحي ديري تلقيح، روحي ديري وش حبيتي ديري، المهم بردي قلبك وانتي صغيرة. وهكا في الفترة هذه حيتضح، صدقيني حيتضح موقف الزوج تاعك، ولازم تعرفيه، انت لازم تعرفيه، لازم تحطيه تحت الاختبار، صدقيني اذا كان مشكل منك حطيه تحت الاختبار. وعن تجربه عن تجربه، المراه تتعالج، فهمتوني؟ المراه تتعالج مهما كان عندك تكيسات، عندك الحل في الاخير ديري صرع، تتعالجي، نشطوا لك التبويض، يكبروا لك البويضه. كاين مشكله في الرجل، اذا يا يضني يا ما يضنيش، فهمتوني؟ يا يضني يا ما يضنيش. قادر كاين ناس ما عندهمش حيوانات منويه، كاين ناس هيك بعد عقم، هذا يسموه عقم،
بصح كاين اللي يض ما يديرها كتما، ما عندهمش ديك النص النص، عندهم ممكن واحد عنده تشوهات ولا كراه يعالجوها يتعالج هذه، بصح المرأة ثاني مهما كانت صعيبة تتعالج. ونعرف ناس ياسر طولوا 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 في الأخير افتح لهم ربي كما نقولوا حنا يا حزامها وبدات غير تغني. ونعرف راجل، شوفوا شوفوا اللي يعني الوقاحة وصلت هنا عندي، نعرف في المحيط متاعي نعرف راجل زوج وحدة يشتيها وكل شيء كذا مدة أكثر من 20 سنة، أكثر من 20 سنة، 25 سنة، 20 سنة، مو مفات 20 سنة، والناس ما همش عارفين لا منه ولا منها، في زوج صابرين وخلاص. أي حتى نفت 20 سنة بعد ما كبرت مسكينة هي وكذا ونقصت الاحتمالات تعرفوا فت 40 وكذا، قال لها نتزوج. شتو كيفا راجل ما ينساش اطناي، قال لها نتزوج، وهي ثم باش راح تتخذت قرار انه غضبت في دربية وكذا، مع انه كما نقول احنا امها ميتة وبيها ميت يعني مسكينة حتقعد غير في 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 دار ربيها وحدها وكذا وكذا، تعرفوا الخاوة متزوجين وكذا وكذا وهي مش خدامة مش كذا. المهم راح تزوج وكذا وبعد رجعها على ما أعتقد، المهم دلها دار وحدها شرطت كي لقات روحها ظروفها ما تسمحش وين تقعدوا معامن وكذا وكذا، المعيل ما كانش، اضطرت ترجع بس شرطت دار وحدها ودلها دار وحدها وتزوج وحدة صغيرة ايه 20 21 سنة، شافوا كيف هو في الخمسينات كيف ولا 50 ولا، وتزوج واحدة صغيرة وفي الأخير عنده عامين لحد الآن ما ضناش. ثم باش عرفوا الناس الكل باللي راه المشكل منه ويحسبها منها، مع انه والله قايل منها والله ما على باليش، حتى ولا كان عارف منها يقول لك بالك بالك. شتو هذوك المتاجرين تاع الروقات يقولوا روح بدل الحزام، يعني بدل المراه بالك ما ظنيتش معها هذه تظني معها ايه، وبالك هي ثاني لو كانت بدلك ثاني تظني. عم كاين الناس ياسر اتطلقوا المراه ضنات والراجل ضنا، معناه ما كانش ربي كاتب لهم مع بعضهم برك، علاش انت تحلل ليك انت وتحرم ليها، معناها هي تخليها عندك تزوجها ما تطلقهاش وانت تروح تجرب بالك تضني. شتو كيف الظلم اللي تقع فيه المرأة، هذا كل يمص من صحتها ومن نفسيتها ومن مورالها، راهي الدمعة.